التقدم الطبي في قمة القائمة عند الأخذ بعين الاعتبار أحداثاً لا تنسى عبر الزمن. الأطباء والعلماء ينسبون الفضل لهذه الاكتشافات على مر التاريخ ويصفون أحدها بأنه الأفضل، حيث يبحث المجهر عن أدوية للأمراض المستعصية بقدراته غير المسبوقة. يكلف قياس حجم ملعب كرة قدم المسرعة الدورانية التزامنية الأسترالي 200 مليون دولار تقريباً، ويعتبر من أكبر مشاريع الأبحاث التطورية التي أجرتها الدولة منذ 20 سنة. يستخدم العلماء هذه الأداة لفحص التفاعل الكيميائي لبعض أكثر الأمراض الموهنة في العالم. نحاول أن نسلط الضوء على مرض التصلب اللويحي. إننا نقوم باستخدام مصدر كبير من الضوء يقدمه المسرع الدوراني التزامني الأسترالي لفحص التفاعل الكيميائي للمرض على مقياس متناهي الصغر. الفرق بين هذه التقنية والتقنيات التقليدية هو أننا نفحص كيمياء المرض. يقدم المجهر ضوءاً ساطعاً جداً، مما يشكل أشعة سينية وأشعة جاما وموجات صغيرة لفحص صور أصغر بألف مرة من عرض شعرة إنسان. إذا استطاع العلماء اكتشاف ما يسبب هذه الأمراض فسوف يمهدون الطريق بكل تأكيد. لإيجاد علاج لها بالتركيز على مرض التصلب اللويحي، فإنهم يأملون باكتشاف حل لبعض أمراض السرطان ومرض هنتينغتون ومرض التليف الكيسي. لحد الآن لا يوجد علاج معروف لأي من هذه الأمراض، ولم يتم فحصها على هذا المستوى الكيميائي. إننا نحاول سلوك نفس النهج، ولكن بالطبع الأمراض مختلفة تماماً. لذا فإن لكل مرض مشاكل خاصة به. إننا نكتشف معلومات مثيرة للاهتمام ومتنوعة في كل حالة. هذا المسرع الدوراني التزامني أحدث شعاعاً خطياً في المسارعات 43 الموجودة حالياً في مختلف أرجاء العالم. احتواء هذا النموذج على أحدث التقنيات يساعده على التوصل لقياسات لم تعرف من قبل. ساعدتنا المسرعات الدورانية التزامنية على القيام بأمور لم نستطع القيام بها من قبل. يمكن إجراء تجربة في المسرع أسرع بآلاف المرات من المختبر وأفضل، كما يأخذ البيانات والقدرات والتقنيات الموجودة حالياً ويسرع بعملها بقدرة فائقة. بفتحه المجال لحدود جديدة في الطب، سيزيد الطلب كثيراً على المسرع الدوراني التزامني في السنوات القادمة.